بمشاركة 23 جهة حكومية في إمارة الشارقة، نظم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ورشة تناولت ضوابط وأحكام وتطبيقات قانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة. حضر في الورشة كل من محمد عبيد راشد الشامسي مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، ومحمد خليفة مستشار الصندوق، ومروى القصير مدير إدارة المستحقات التأمينية. ويأتي تنظيم صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي للورشة في إطار عمل الصندوق ضمن رؤيته للتعريف بقانون الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة وما به من مواد وأحكام تعمل على تسليط الضوء على المنافع والمميزات الواردة في مواد القانون وإجراءات تطبيقه في مختلف دوائر وهيئات حكومة الشارقة بجانب الجهات شبه الحكومية التابعة للصندوق.